اهلا وسهلا بفنانا الكبير شرب الروحانا. صباح الخير. صباح النور. نحن فخورين وبشرفنا انه تكون معنا. هيدي صوره لبنان وصوته وفكره المشع بوقت نحن بنحس حالنا الدنيا ظلمتها حالكه. بنشوف فيكم فنانيننا الكبار صوت الوطن صوته مخنوق وفكر الوطن يلي بجربوا هيك ياسروه بنشوف فيكم فكره الحر. فنحن سعيدين بحضورك معنا كقيمة فنية وطنية مهمة. هي أول شيء. وتاني شيء سعيدين أنه أنتوا من المقاومين الأبطال مع معهد فيلوكاليا لنشر ثقافة الحياة والفن للحفاظ على هويتنا. تسلم. وإن شاء الله نقدر نعمل شيء بهذا الزمن الصعب مثل ما كنت عم تحكي من شوي صديقنا، انه قطع سنتين كثير صعبين على كل الناس، وخصوصي بتعرف بالمجالات الفنيه. يعني منا هيني انه الواحد يقلع ببرنامج موسيقي او بمدرسه موسيقيه او بمباراه موسيقيه، يعني كله هيدا خارج السياق العام تبع الاحوال بالبلد. مشان هيك انه اكيد بده الواحد يكون عنده اراده ويكون عنده قوه وعزم. اكيد. دار العود. نعم. أنت اللي هالآلة أتقنتها وحبيتها وعطيتها كل شغفك وعم بتعلمها بهالمنهج اللي فيه كتير احتراف وفيه كمان كتير حب وعم تنقلها للعالم كله. نعم. خلينا نبدأ بدار العود تنرجع ننتقل للمسابقة الموجودة. نعم. اليوم دار العود هو مكان ليتلقيوا فيه الطلاب آلة العود، أساتذة آلة العود، كل المهتمين بآلة العود. هلأ ثاقبت أنه تأسس بحزيران الماضي بمعهد فيلوكاليا، أكيد ثاقب بهذه الظروف. نحن على طول عم نرجع نرد حالنا على هذه الظروف، ولكن هي خلينا نسميها مثل واحة. أكيد يعني نتمنى أنه يكون في بالمستقبل القريب أنه يكون في لقاءات أكثر، يكون في ورش عمل أكثر، نقدر ندعي ناس من برا، أساتذة من برا على العود، نقدر ندعي صناع لآلة العود، يعني نقدر نعمل حركة كبيرة لهالآلة من خلال معهد فيلوكالية ودار العود. ولكن نحن خلينا نقول إجرينا على الأرض وبنعرف إننا عم نقطع بزمن كتير صعب، بقد ما فينا عم نشتغل. يعني نحن بلشنا هلأ، عم بيجوا الطلاب أكثر من مرة بالأسبوع، وبنطمح أكثر وأكثر كمان لأنه لازم اللقاءات اليومية كتير مهمة. عم نعمل دروس جماعية لطلاب آلة العود،
وكذلك القمر عم بينعمل كمان مثل فرقة بتضم مش بس العود، بتضم القانون، بتضم الناي، بتضم آلات الإيقاع، بتضم الكمانجات، وإن شاء الله قريباً بينعمل مثل أمسي موسيقية بها الأنسامبل هيدا. إن شاء الله إن شاء الله ناطرينا. اليوم هالمعهد اللي هو بعنطورة، وهو مثل ما قلت هو واحة للعود وللفنون وللإيمان وللتاريخ، وواحة للحياة ولكمان لهوية لبنان الثقافية والروحية. اليوم عم بتقدموا مسابقة العود الدولية. نعم. يعني عم نحط لبنان من أول وجديد على الخارطة، مش هيك؟ وما لازم يغيب ويكون رائد. شو هي هالمسابقة وشو الهدف منها؟ يعني مباراة لآلة العود هي صايرة كتير نادرة هالفترة، إنه يصير على مستوى العالم العربي عم بحكي. إنه يكون القرار إنه من لبنان من معهد فيلوكالية ومن دار العود يكون في مسابقة للعود، هذه كتير خطوة كتير مهمة، ورح يشارك فيها أساتذة كلجنة حكم من عدة دول عربية. اسمح لي أذكرهم، يعني أول شيء ضيف الشرف رح يكون الأستاذ مارسيل خليفة، اللجنة مع حفظ الألقاب إدريس المالومي من المغرب، حسين السبسبي من سوريا، خالد محمد علي من العراق، شرب الروحانة لبنان، طارق الجندي الأردن، مهمد بيتماز تركيا، ممدوح الجبالي مصر. بقى أساتذة عندهم حضورهم بكل المباريات السابقة وبكل الساحة العربية والدولية لآلة العود، لذلك بيشرفنا أنه يكونوا موجودين معنا بهذه المباراة. المباراة هي مقسومة لثلاث مراحل. في مرحلة يلي هي من خلال الفيديو بيبعتوا المشتركين فيديو من برا. شارب البعتذر رح أقطعك، رح نروح على المباشر ونرجع. حسيت من عيونك.